مرحبا، رجعنا للجيل الجاي. كنتوا تتفرجوا في مناظرة زعمة على أطروحة زعمة التونسي مازالت عنده ثقة في التعليم العمومي. رجعنا للجيل الجاي ومع ضيوفنا عزة، مرحبا بيك، سلسبيل، ريان وزينب، مرحبا بيكم. ألور، شنو رأيكم في المناظرة في المتسابقات؟ ساخنة جدا ومن الأول مثلا لاكولوغ سي انونسي من الأول، خدمة من الأول كانت مزيانة على الأخر. وتحية خاصة لياسمين فرشيش. ياسمين فرشيش هو الحقيقة الأسهل أنك تقنع بالواقع الموجود على خاطر واقع مزري، أما الصعيب أنك باش تدافع على الحلم الحاجة اللي مازالت مش موجودة. على ذاك السهل أنك تقول ما عنديش ثقة في التعليم على خاطر فما لا سامحني، أي هي قالت أنا ما عنديش ثقة في التعليم، أما قالت علاش وبرهنت من خلال كل الحجج نتاعها علاش أنا ما عنديش ثقة معاها. أنا مانيش راهو ضد، جزء نحكي لكم معناه أنه اليوم ما عنديش ثقة في التعليم، أما نحب يكون التعليم هذايا عنده قدرة باش يتصلح، ولازم نؤمنوا اللي فما اليوم جيل جديد يحب يبدل معناه. باش يكون فيكم بدل رأيه بعد ما تفرج في المناظر؟ أنا زدت ملت أكثر، باش نقتنع أكثر بالمشاكل الحقيقة، على خاطر أقنعتني ياسمين طريقة الحوار متاحة، زاد سي رضا، فما برشا ديزارغومون اللي قالوهم نجموا يضعفوا بهم الفريق المنافس ليهم. كل مره وقت تقول له هاو ما فماش تكافؤ حتى في بين المعاهد النموذجيه اللي هي عموميه وبين المعاهد العاديه، ما فماش دروس خصوصيه. تحكي هيك احنا نقعدوا كيكا ثريا، تعرف اللي على الفازات كيفاش ترسبي على السوشيال ميديا؟ حطونا كيما الباس في الوسط، ريان مش في المباشره. سي 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 في المباشرة على الاخر حكينا فاست الفاز داير غادي فين باش نكبش انا تو حكينا فاست الفاز اللي كنت تحكي فيه ريان من بكري له يحكي 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 تو بكري احنا تفهمنا تحكي لك كم الفرص دي طول الفرص صح نقص عليك مش معقول دونك خذي الكلمه وخذي الكلمه اللي بعد الكلمه دونك قاعد نستنى قاعد نستنى باش نعطيو مداخله نتاعنا نستنى فيه باش يحكي ومازال فاتح النقاش نتاعو بخليها تعمل مداخلتها على روحها دونك نعطي مداخلتي. البنات الزوز يعطيهم الصحه خدموا خدمه مزيانة على الاخر. انا زدت تشبثت بالراي نتاعي، انا ما عادش عندي ثقه في التعليم العمومي. صح ياسمين اقنعت الاقناع نتاعي. لي زارغومون اللي خدمتهم الكل كي صحاح ومعناتها اثبتت اللي بالحق التعليم نتاعنا في وضع مزري وماساوي على الاخر، دونك لازمنا بالحق نبداو قبل ما يكون الوقت متاخر على الاخر. الفعل الصواب لازم نبداو نصلحوا فماش ما ننقضوا حاجه. انا عندي تعقيب على كلمة ذكرها سيد الوزير الأسبق حاتم بن سالم وقت اللي حكى على الإرادة السياسية، وهو في وقت من الأوقات معناها شد وزير مرتين وما الإرادة السياسية ما ريناهوش طبقها معناها في الوقت اللي هو كان فيه وزير، وكان ينجم يورينا وين الإرادة السياسية تنجم تكون. بالك شي يقصد اللي هو بيدو كي شد وزير ما لقاش إرادة سياسية كافية من رئاسة الحكومة من البرلمان باش يخدم، ما عرفش شنو كان ينجم. كان الوزير اليوم ما يضغطش، شكون اللي باش يضغط؟ نبقاو نستناو باش تبدل المنظومة كاملة، المنظومة هذه يحب لها 20 30 سنة، الله أعلم الساعة باش تبدل ولا لا. اليوم لازم نعرفوا كيفاش السيستيم نفهموه. أنا 2016 أطلقت حملة تبدل السيستيم واللي كان عندها أثر في السياسة التونسية. من 2020 بديت نؤمن اللي احنا لازم نبداو نبدلوا فيه السيستم واللي احنا لازم ندخلوا فيه السيستم. اليوم هذايا بدا عن طريق المجتمع المدني اللي بدا يحب باش يسد الفراغ الموجود، اما في الاخر المسؤوليه راهو باش تبقى الكبيره عند الدوله. التعليم العمومي مش نستناو السفارات باش تجي تصلح ولا باش نستناو دول اخرى. حاجه اخرى اليوم راهو حتى كان عندك اساتذه باسيوني ويقريو برشا حب ويحاولوا انهم يوصلوا كل شيء، راهو وحدهم ما ينجموا يعملوا حتى شيء. هذه حاجه مهمه نقولوها باش ما نبداوش نحكيو احنا في هكا في ان ايديال وحدنا في مخاقنا. معناتها نتصور اليوم عزه ولا انا سورتو نقريو، معناتها اكيد واحد يقري يحب يبدل كلكو باغ، يحب يصنع تي شونجمون معناتها. اما اليوم فما حاجات كي نو زاكابل كلكو باغ، معناتها سي فغي بالحق. معناتها اوكي انا معناتها جي ابريسي كو ياسمين الا بروبوزي اليوم قالت لك هذه المشكله، هذه وين عندنا خلل في يعني في المنظومه التعليميه. اي اما يفو كلكو باغ كومونسي، معناها انا معاه اللي قلتو انت. انا برجولي حسيتها بصراحه، حسيتها اخلاص ظلمت شويه على خاطر ياسمين ناشطه ومعناها كيفاش يقولوا نافحه هكايا ممكن وسخونه حيه معناها وعندها برشا حجاج في لصالحها، لكن اخلاص حسيتها تدافع على موقف مبدئي برزانه بكلام موضوعي
اما بون بتيتر هذيك علاش انا نشوف التجربه تحكم على خاطر حسن فهمت تجربه احكي انت على تجربتك احكي هذا بلا ما تعرف كيفاش تعرف كيفاش لا استنى وزوز لحظه برك خلينا ناخذ فاصل صغير ومن بعديك نرجعوا تحكيوا لنا على التجربه كتصوروني هيا حكيوا لنا على التجربة هاي تفضل أستاذ ممكن خاطر إخلاص كانت أستاذة وعاملة معناتها خدمت في القطاع وكان عندها أمل إنها تبدأ تصلح إحنا ديجا كي ننقضوا بكلنا ننقضوا بهدف إن نصلحوا بهدف إن نعاودوا ونبدلوا مي المشكل إحنا مادام إحنا تلمينا ديجا وطرحنا الأطروحة هذه يعني نعرف اللي عندنا مشكل في المنظومة التربوية متاعنا يعني حبينا ولا كرهنا المنظومة متاعنا فيها برشا نقائص اللي خلى القوة متاع ياسمين في إنها تحكي على واقع معيشي في اللي هي تحكي على مواقع التوانسة والتلامذة التوانسة اللي هي نعيشوا فيه وقت اللي إخلاص لها الدافع على مبادئ حبيناها تكون في المنظومة متاعنا صحيح انا واحد من الناس نتذكرك كي كنت في التعليم انا ما قريتش معناها قريت تعليم نتصور بعيد شويه على قريتو انتم انا قريت تعليم ابتدائي تعليم ابتدائي ما خلطش على التعليم الاساسي ما خلطش على نظام الكفاءات وما كانتش فما 9 وقت اللي كنت نقرا لكن كان كمان فما برشا حاجات فادين منهم في التعليم ومش عاجبيننا الى اخره شنو لازمنا نبدلو حسب رايكم شنو ما معناه شنو اللي تبدل ديجا حسب رايكم شنو اللي تبدل بين امبارح واليوم انتم اكيد عندكم والديكم يحكيوا لكم قبل كنا نقراو هكا وهكا 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 والله اني كان نجي نحكي مثال اللي تبدل قبل التلامذة كانوا يحبوا يمشوا يقراوا كانت بالحق دارهم الثانيه كانت زعما نتصور بالك شي امك وبوك يحكيوا لك اي انت قلت لي امك وبوك يفوحوا فيها يفوحوا يعني قبل حسب ما سمعنا التلامذة كانوا كيهزوا كرتابلتهم بالحق فرحانين مش نش يعيشوا تجربه باش تقعد لهم وقت اللي احنا تو كي نسمع بالكونفيمون نجي فرحانين صايم مش قرايه التفكير والشغف نتاعنا المؤسسه نتاعنا تبدل ونجم نقول اللي بريسك انا عدم ما عادش كعبه وكعبتين اللي مازالوا بالحق متحمسين انهم يمشوا يقراوا بالنسبه شنو اللي نحب نبدل في المنظومه نتاعنا نحب نبدلها الكل المنظومه نتاعنا تستحق اصلاح جذري عنا كفاءات من الاساتذه هذه حاجه ما نجموش ننكروها اما عنا بالحق برشا نقائص منظومه تربويه تشكي ربي زين البارح واليوم شنو الفرق البارح واليوم انا يظهر لي الفرق هو انه مشكله فماش تطور كبير يعني ما فما ديكالاج بين شنو اللي موجود في لي بروغرام سكولير فان سكولير دو فاسون جينيرال وبين شنو موجود على ارض الواقع كان باش تقول لي اليوم شنو نبدلوا المنظومه التعليميه انا معاك اما قداش لازمنا فلوس قداش لازمنا امكانيات قداش لازمنا عوام زايده خاطر معناتها باش تتبدل معناتها ماشي في عام وعامين معناتها باش نعملوا كالغربه لو نرجعوا من الاول وجديد نبنيوا على اساس صحيح سي ان بو دور معناها ذكرتني في حاجه انا جدي صحيح على جدي الله يرحمه كان نديد البيجي الله يرحمه من الزوز كان يحكي لي كيفاش وهو صغير على حكايه قبل كانوا يحبوا يمشيوا للتعليم اللغه انا يحكي لي جدي كيفاش كان صغير كانت امه تعطيه الكسره كما يقول هو طرف خبز القوتي نتاعو باش يمشي يقرا وهو بالعاني يرميها في الرمل ويقول لها تمسخت باش ما يمشيش يقرا معناتها تقول مشكله من قبل موجوده من فماش تلميذ يحب المدرسه ودرا شو ياسر الانجليزي ماذا بيا خلينا في هذه انا واحد الناس تو مثلا في اسره كلها تربويه وبابا ومامي وزوز معلمين ناس كل معلمين شكون فيكم عزة مثلا عندك شكون في عائلتك في التعليم وانت معلمة شنو الفرق اللي تفهموا بين قبل وتوا انا نحس انه اذا كان بنينا اساس صحيح من الاول في الامس رانا اليوم ما نستحقوش نتلموا هنا ونحكيوا على واقع تعليم اليوم معناها فما حاجه تبنت غلطه من الاول اصلاحات كانت في مجملها معناتها ما حاولتش انها تقدم بل في كل مره تعمل حاجه جديده لكنها تنزلق في حكايه انه مجرد معلومات تتعطى للتلميذ بلاش ما اللي هو يلوج عليها لا هو عنده دخل فيها لا هو هل التلميذ قبل المعلومه ذيك ولا مش قبلها معناتها فماش فرق بين الامس واليوم الحقيقه انا نشوف انه كان عنا سي صحيح هذا اللي خلى اليوم والدينا فما اداره تخدم وفما عالم كبير اما السيس تبنات فوق دار بدات تقدم والمدينه الكل تبدلت يعني العالم اليوم ولا يجري العالم تقدم فما دي تكنولوجي جدد الدول تنجم تمشي معاهم اون باراليل اما اليوم احنا تونس قاعده قديمه والمنظومه صدت لازم نعرفوا كيفاش باش نزيدوها كيفاش باش يرجع السوف للتعليم هذايا دونك لازم نحاولوا اللي نخموا في استراتيجي نتاع 10-20 سنه نبداو من تو باش ننجموا نخلطوا لقدام حاجه اخرى زاده مهمه لازمك تخمم انك تفورم
لي فيتور انسيون تاعك معناتها في البيداغوجي نحكي لك كانت مدرسه ترشيح المعلمين اي فوالا معناتها مش نحكي لك تعلمهم كيفاش يقريوا الايقاظ معناتها مانيش نحكي على لي ماتيغ نحكي على لا فورماسيون لو فيت مو معناتها لو فيك هو يبدا بيان فورمي باش يقري هذا اش نحكي لك انت قريت في كل قريته اي انت قريت لكن مش الناس الكل اللي قريوا اليوم قراوا اي مش الناس الكل هذيك مشكله زعما هي خطوه اولى للاصلاح اما راهو قريناها اما اجا تبقى في المدارس الموجوده توا في عندنا باش نحكيو فيه باش نحكيو خلينا ساعه نشوفوا راي قدماء بدرت مناظره اللي شاركوا في عديد المسابقات الماضيه من حلقات زعمه خلينا نشوفوا رايهم في الموضوع وهنا راجعين بالنسبه لي فما حاجتين مهمين على الاخر لازمنا نصلحوهم في اقرب وقت باش نهضوا بالتعليم في بلادنا اول حاجه هي التايمينغ التوقيت في بلادنا هو توقيت قاتل لكل ما هو موهبه وابداع بجرد قلم المسؤولين نجموا نصلحوه ثاني حاجه وهي حاجه مهمه جدا هي لازمنا نرجعوا قدر وقيمه واهميه منظومه التكوين المهني في بلادنا تغيير طريقه التدريس الكلاسيكيه اللي تعتمد التلقين يعني احفظ وصم الى طريقه جديده واللي هي ظهرت في كندا لاول مره واللي اسمها problem based learning انا اليوم نقترح بل انه نطالب باش يا اما نحيو الطبليه على البنات يا اما العبيد الكل تولي تلبس طبليه نقترح انه نقصوا في ساعات الدراسه ونقسموا الفتره الصباحيه تكون للمعارف فتره مسائيه تكون للتنشيط الاجتماعي والتربوي اقتراحي في تغيير النظام التعليمي التونسي يتمثل في تحيين البرنامج خاطر مش من المعقول انه نتعاملوا مع برنامج اخر تحيين ليه صار في 2002 السيستم نتاعنا يقوم على كميه المعلومات المقدمه مش على الكاليتي نتاعها التلميذ نتاعنا اليوم التونسي مش قادر انه يمارس الهوايات نتاعو خارج القرايه ما عادش عنده وقت معناها وقته معبي من 8 ل 6 هو يقرا ما فماش وقت اصلا باش يعرف روحه هو شنو يحب وشنو ما يحبش دونك انا نشوف اللي عدد السوايع لازمها تنقص اليوم قبل الغدو هذو ما كانوا المشاركين في دورات سابقة من زعمة أكيد عرفتوا منهم كان عندكم مدة تابعوا فينا أكيد عرفتوا منهم كعبات شفتوهم في حلقات سابقة نرجع لكم انتم عدا الحلقة جديد المرة الجاية تولي انتم بيتكم قدماء وألمنايز وفازاترة باهي الموضوع تولي ظهر لي زمنا نفهم رواحنا فيه سي عنا 10 سنين من الثورة لتو اخويا برا قولوا اللي قبل السماح 10 سنين من الثورة لتو لتو ما تلهينا فيه الموضوع هذا بالرسمي شنو هو يلزم يصير باش نوليو نركزوا معاه انا نشوف اللي العشر سنين اللي فاتت حتى طرف سياسي ما حط التعليم اولويه ليه حتى طرف سياسي ما عنده استراتيجيه لاصلاح التعليم وحتى المبادرات معناها اللي صارت وزاره التربيه تشوف الاتحاد وكل ما كانتش مبادرات ممكن جديه ومتواصله يعني لازم اليوم ممكن مؤسسه الاصلاح معناها نشوفوا مؤسسات قارة ما تتبدلش مع كل وزير ما تتبدلش مع كل تغير اجتماعي وسياسي في البلاد باش نلقاو حاجة نخلقوا نظام تعليمي تونسي ما يكونش مفروض من برا ما يكونش تلامذة نحطوهم في إيران تجارب وكان خطفت وما خطفتش كما صار قبل بالضبط كما قال ريان ما نش مجبرة أني ناخو منظومة لهين تدرس في الدول الغربية وانطبق على منظومة ما هيش ما فيهاش وبليتو الحاجات اللي تخليني المنظومة هيك تنجح ما عنديش موارد بشرية ما عنديش موارد مادية ومن جهة أخرى كي نحكي على المنظومة التربوية نحب نقول اللي حتى حد ماخذي أزمة التعليم بشكل رسمي وقت اللي احنا نقول ان اردت الرقيه بالتعليم فابدا ان رأت الرقيه بامه فابدا بتعليمها اللي احنا ولينا نهمشوا فيه كقطاع صحيح بون يلزمنا نذكروا زاده انه الناس اللي شفتوهم اللي شاركوا ديجا في المسابقات وانتم زاده وغيركم كلكم مريتوا بدورات تكوينيه على المحاججه على الخطابه على تكوين الحجاج الى اخره كان فما زاده برشا جمعيات مجتمع مدني ساهموا معنا 30 جمعية ساهموا معنا في الدورات التكوينية حضرتوا عليهم يظهر لي انتم حضرت عليهم كما الجمعية التونسية لتمدرسة لأطفال المكفوفين بصفاقس اللي أعطت فرصة للأطفال أنهم يشاركوا في مبادرة زعمة وخاصة اللي أنا كنت مشاركة في مبادرة زعمة وتحصلت على سكور 81% صحيح فرحانة بالسكور متاعي فرحانة بالسكور متاعي دونك نحب نقول للأطفال أنه أي فئة من المجتمع عندها الحق أنها تشارك في المبادرة أي فئة عندها الحق أنها تكون موجودة معنا هناك وأنها تعبر على رأيها وتثبت ذاتها أنا باش نشوفوا جوستومون تقرير صغير على مشاركة المكفوفين في الدورة في زعمة 5 بعد التقرير نرجع
اي دكور فوالا دونك هاو قاعدين تشوفوا معانا في مقتطفات من التصاور نتاع ذكرنا باسمها سلسبيل جمعية الجمعية التونسية لتمدرس الأطفال المكفوفين بصفاقس فوالا خاصة تخدم على الأطفال المكفوفين فوالا شفتوا بعض الصور كيفاش نشاركوا في المسابقة هذه؟ كنت حابة تشاركوا في المسابقة هذه ولا لازمكم تشاركوا في المسابقة هذه خاطرها تعطيك فرصة باش تعطي رايك تعطي الحجاج نتاعك على الأقل فما شكون يسمع فيك دونك إذا كنت حابة تشاركوا تستناو زعما ستة تختاروا تحدوا رايكم الساعة انتم مع والا ضد الأطروحة تعملوا خطابكم اللي هو يتكون من حجاج وبراهين بعديك تصور فيديو في 99 ثانية معناتها دقيقة و39 ثانية تحكي فيه الخطاب نتاعك بعديك تهبط الخطاب تقدم نتاعك. الحجاج وي. بعد ما تصور الفيديو وتقدم الحجاج تهبط الخطاب على موقع www.monadra.com تعمل كونت في بالي فيسبوك والا باللي تحب وتهبط الفيديو تستنى شويه يهبط معناها خاطر بعد كل ما ترى حد بربي بوتيلي عايش كراني باش نخسر بوتيلي حتى لين تتعب حرك دور الدولاب دور الدولاب فوالا دونك اي شاب ينجم ولا شابه ينجموا يشاركوا يفسروا ارائهم موقفهم من الاطروحه مع ام ضد وان شاء الله نشوفوكم معنا المره الجايه كسو سوا بحذانا لهنا ولا في الحانوت الاخرى مع الياس في الاستوديو رقم 7 يعطيكم الصحه شكرا لكم اللي حضرتوا معنا نشكركم على الاخر عزه سلسبيل ريان وزينب كيف كيف كنت تحبوا تعملوا تذكير وين ينجموا يلقاوكم لي جون اللي تفرجوا فينا شكرا للعباد اللي قاعدين يتابعوا فينا توا على باج لي سالا على خاطر بارطاجينا اللايف غادي متريني 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 جماعه لي سالا يتفرجوا تفضل اني ستي دونك ميتريس زينب ستي زينب ميتريس زينب تلقاوني دونك على انستغرام زد او اي ان او بي اش ا دوزيام اي دونك فوالا أني ببساطة تلقاوني في المجتمع المدني في ليسي فاطمة بورقيبة أولى ثانوي الباج فيسبوك متاع قميزة سلسبيل قميزة النقاش مفتوح للجميع وكانكم مازلتوا ما قلقتوش من البرلمانات نلقاوكم في برلمانات فوالا وكانكم تحبوا تخوضوا تجربة برلمان طفلي اللي أنا جربت فيها كانك تلميذ سابعة ثامنة ولا تسعة أساسية تتجه المدير المعهد وتقول راني نحب نشارك الدورة على كل عامين ما تفوتش الفرصة انا عز جميع للاسف مش صنعت محتوى كيما جميع قاعده تكتب اكثر ثنيه اكثر ثنيه نكتب عندي محاولات معناتها فقيره عندي كونت فيسبوك حتى انستغرام وين نجمو نقراو الكتابات في الصفحه نتاعي على الفيسبوك عز جميع بالعربيه الفصحى خاطر الله غالب مش خاطر الله العربيه الفصحى مش بها العربيه الفصحى صلي عني كل عتشبي زينب الكتاب الجاي شنو الكتاب الجاي خلي شويه تيزينغ معناتها تما تيزينغ مي ليتر دو لانكونو باش نحكي ليتر دو لانكونو تاع زفيك باش نعمل عليه ستوريات يا هيثم شيخ روحك فتح بابك يعطيكم الصحة ميرسي بوكو احنا نتقابلوا ان شاء الله بعد رمضان في الحلقة الجاية من الجيل الجاي رمضانكم مبروك كل عام وانتم بخير ان شاء الله نشوفكم المرة الجاية صباح الخير